السلام عليكم. إذا تتمت الدرس ديال الموجات الميكانيكية المتوالية. أولا الموجة الميكانيكية المتوالية، وصلنا ثالثا الموجة الصوتية. إذا خصنا نبينوا أن الصوت هو عبارة عن موجة، هو عبارة عن موجة ميكانيكية. إذا غنبينوا أن الصوت هو عبارة عن موجة ميكانيكية انطلاقا من جوج الأنشطة التجريبية، جوج الأنشطة التجريبية اللي من المفروض هاد التجارب هادو تيتداروا في القسم، إلا أنه في ظل هاد الجائحة هادي ديال كورونا ممكن ما ديروش هاد التجارب هادو، ولكن راه كلشي موجود في اليوتيوب. يكفي يدير واحد لا ريشيرش ديالو، يدير يقلب على هاد ليزيكسبيريونس هادو غادي يلقاو بالصوت والصورة. إذا النشاط رقم واحد، النشاط رقم واحد شنو عندي هنا؟ عندي هنا ناقوس من زجاج، ناقوس من زجاج، وهذا الناقوس هذا موضوع على حامل، حامل مرتبطة بمدخلات مدخل الفراغ، إن بومبا فيد. هذا المدخل تتمكنني من ضخ الهواء الموجود داخل الناقوس، وبالتالي نحصل على الفراغ، تنديرو الفراغ هنا. وداخل الناقوس شنو عندي هنا؟ هاتف نقال، هاتف نقال كنشغلوه بحيث يصدر الموسيقى. إذا هاتف نقال يصدر موسيقى. إذا أولا تنديرو التجربة بوجود الهواء. إذا فنستمع للموسيقى، كنسمعو الموسيقى. من بعد تنحيدو الهواء الموجود داخل الناقوس بواسطة المدخة، فلا نسمع أي شيء، مكنسمعوش الموسيقى. إذا بوجود الهواء نسمع نستمع للموسيقى، في غياب الهواء لا نسمع أي شيء. وبالتالي شنو كنستنتجو؟ أن باش نسمعو الموسيقى، باش نسمعو الصوت، تيخصنا بالضرورة الهواء، والهواء هو عبارة عن وسط مادي، وسط مادي مرن، أي قابل للتشويه. وبالتالي إذا بغينا نعممو شنو غادي نقولو؟ أن الصوت باش ينتشر شنو كاين؟ يتطلب وسطا ماديا مرنا، يا إما وسط يا إما عبارة عن وسط غازي أو سائل، حتى في وسط السوائل تيمكن لينا نسمعو الأصوات، أو صلب. إذا فالصوت يتطلب وسط مادي مرن، إما غازي أو سائل أو صلب لكي ينتشر. إذا إذا كان الصوت تيتطلب وسط مادي مرن لكي ينتشر، نرجعو للفيديو السابق. إذا شفنا الموجة الميكانيكية، شنو هي الموجة الميكانيكية؟ هو انتشار التشويه في وسط مادي مرن دون انتقال المادة، بل بانتقال في الطاقة. إذا بنفس الطريقة أيضا هنا نفس الشيء، فبما أن الصوت يتطلب وسط مادي مرن لكي ينتشر، شنو غادي نسنتجو؟ غادي نسنتجو أن الصوت هو عبارة عن موجة ميكانيكية. إذا هو عبارة عن موجة ميكانيكية، إذا الصوت يتطلب وسط مادي مرن لكي ينتشر، فالصوت إذا عبارة عن موجة ميكانيكية. بقينا الآن نطرحوا السؤال، هل الموجة الميكانيكية واش هي موجة مستعرضة ولا موجة طولية؟ كيف ما شفنا في الفيديو السابق، راه شفنا الموجة الطولية وشفنا الموجة المستعرضة. في الموجة الطولية تيكون اتجاه التشويه هو اتجاه الانتشار، وفي الموجة المستعرضة اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار. دابا غنطرحوا السؤال، واش الموجة الصوتية هي عبارة عن موجة طولية أو موجة مستعرضة؟ غادي نشوفوا النشاط رقم جوج. النشاط رقم جوج كنتوفروا على آلتين موسيقيتين للإيقاع. جوج ديال المادة، الآلة رقم واحد والآلة رقم اثنان، وعلى الجنب ديال الآلة رقم جوج كنوضعو هنا واحد النواس بسيط، نواس بسيط اللي هو عبارة عن جسم خفيف، جسم صغير مرتبط بواحد الخيط، وهذا النواس هذا كنحطو هنا على هاد الآلة هادي. شنو كنديرو؟ كنضربو في الآلة رقم واحد، ننقر الآلة رقم واحد، وشنو كنلاحظ؟ كنلاحظ أن هاد الجسم كينتقل في هاد الاتجاه، إذا كينتقل في الاتجاه ديال الانتشار. وبالتالي شنو يمكن لي نستنتج؟ غادي يمكن لي نستنتج أن الصوت هو عبارة عن موجة ميكانيكية، ما
بما ان الاتجاه ديال التشويه هنا هو نفس اتجاه الاتجاه، بالتالي شنو غادي يقول؟ غادي يقول ان الصوت هو عباره عن موجه ميكانيكيه طوليه. علاش؟ لان اتجاه الانتشار اتجاه التشويه هو اتجاه الانتشار. اذا هذا النشاط رقم جوج يبين ان الصوت هو عباره عن موجه ميكانيكيه طوليه. غادي ندوزو الان لواحد النشاط رقم ثلاثه، الصوت الذي تصدره آلة الإيقاع يمكننا نلتقطه بواسطة ميكروفون، وهذا الميكروفون هذا غادي نربطوه بواحد راسيم ديال التندوب. ميكروفون كيلتقط الإشارات الصوتية وتحولها إلى إشارات كهربائية، والإشارات الكهربائية يمكن لنا نشوفوها بواسطة راسيم التندوب. راسيم التندوب اللي غادي نستعمل هنا هو راسم تدلوب دي ذاكرة، عند واحد دي ذاكرة. علاش؟ لأن الصوت الذي تصدره آلة الإيقاع هو المدة ديالو وجيزة جدا، إذا وبالتالي فراسم تدلوب اللي غيلتقط الصوت باش نبقاو حنا كنشوفو تيخصنا راسم تدلوب دي دائرة باش دي ذاكرة باش نبقاو نشوفو الإشارة. إذا الميكروفون كيلتقط الإشارة الصوتية كيحولها الى اشاره كهربائيه، وتشوفوا هنا بواسطه راسي التدلو، ها هي كنشوفوا الاشاره في راسي في الشاشه ديال راسي التدلو. شوفوا هنا هذا المحور، هذا هو محور التوتر، وعلى عرضي هنا واحد التوتر بدلاله الزمن، وهذه غادي نشوفوه بالتدقيق في الفيديو في الفيديوهات اللي غتجي من بعد. اذا كنشوفوا هنا واحد الاشاره كهربائيه، إذا الميكروفون يلتقط الصوت الذي تصدره آلة الإيقاع، وهذه الإشارة الكهربائية الطرف ديالها وجيز جدا، وعلى عهدنا راه توتر بدلالة الزمن. يمكن لي ندير واحد التجربة أخرى، كناخد هنا ميرنان، ميرنان بالفرنسية كيتسمى لو ديابازون، هو واحد الجهاز موسيقي، ماشي آلة موسيقية، جهاز موسيقي. كيستعملوا الموسيقيين باش يضبطوا النوطات ديالهم. هاد الميرنان منين كيتكون؟ هو من ماده ميتال في الليزيا، ولا حديد ولا الومنيوم، ولا تتكون على شكل او، وهنا مرتبطه بواحد القضيب. فوالا، دونك فوالا، هذا هو الميرنان. شنو كنديروا؟ كنضربوا الميرنان بواحد بشي قضيب صحيح، او فوالا بنتيج، تنضربو الميرنان، فالميرنان يصدر صوت بحال هاد الشكل، فوالا، والميكروفون كيلتقط الصوت. شنو كنشوف على الشاشة ديال راسي التدلو؟ كنشوف منحنى جيبي، منحنى جيبي اللي هو منحنى دوري. ملي تنقول منحنى دوري بمعنى انه عنده واحد الدور، انه تيتكرر بنفس الكيفية، عنده واحد الدور. فاش كنتكلمو على الدور، إذا تنتكلمو أيضا على التردد، وشنو هو التردد؟ هو عدد الأدوار في الثانية، والتعريف ديال التردد إن هو واحد على تي. كاين دي ديابازون اللي كيعطينا تيعطيونا أصوات حادة، وكاين دي ديابازون اللي كيعطيونا أصوات خفيضة، حادة إيكو، خفيضة كاف. فوالا، والديابازون فاش كيصدر الصوت وكنلتقطو بواسطة ميكروفون كنحصلو على منحنى جيبي، بمعنى أن الصوت اللي كيصدر ديابازون ولا الميرنان هو عبارة عن موجة ميكانيكية طولية دورية. فوالا، لأن عندنا منحنى دورية عندها واحد التردد. بالنسبة للأصوات، الصوت المسموع من طرف الإنسان التردد ديالو كيكون محصور ما بين 20 هرتز و 20000 هرتز، وإذا كان عندي تردد كبر من 20000 هرتز، سيتادير 20 كيلو هرتز، كنتكلمو على الموجة فوق الصوتية. غادي نجيبو هنا واحد الملحوظة، إذا كان عندي هنا واحد مكبر الصوت، وهذا مكبر الصوت كيصدر واحد الصوت، كيصدر واحد الصوت دوري، تنعرفو أن الهواء يتكون من جزيئات. ملي كيصدر المكبر الصوت، المكبر الصوت كيصدر الصوت، شو كيبقى؟ طبقات الهواء، طبقات الهواء تنضغط وتتمدد اثناء الانتشار،
وشنو كيكون عندي؟ كتكون عندي هنا طبقة تمدد انضغاط تمدد انضغاط تمدد انضغاط أثناء الانتشار، كما هو الشأن بالنسبة للنابض. عندي هنا الصوت اللي هو دوري، إلا خديت هنا واحد الجزيئة من الهواء شنو غيبقى يوقع على هاد الجزيئة؟ غتبقى تتحرك في هاد الشكل. إذا فالموجة الصوتية هي عبارة إذا عن موجة ميكانيكية طولية. غادي نحاول نلخص هذا الشيء اللي شفنا. إذا قلنا أن الموجة، نشوفوا الموجة الصوتية، الموجة الصوتية إذا قلنا أن الصوت كيتطلب وسط مادي مرن لكي ينتشر، والوسط المادي يمكن يكون عبارة عن سائل أو غاز أو صلب، وبالتالي كنستنتجوا أن الصوت هو عبارة عن موجة ميكانيكية. النشاط رقم جوج كيبين لنا أن اتجاه التشويه هو عبارة اتجاه التشويه هو نفس اتجاه الانتشار، وبالتالي فإن الموجة الميكانيكية هي عبارة عن موجة طولية. الصوت يمكن لي نلتقطو بواسطة ميكروفون. شو كيدير الميكروفون؟ كيلتقط الإشارات الصوتية اللي هي عبارة عن إشارات أو عن موجات ميكانيكية طولية، ويحولها إلى إشارات كهربائية، والإشارات الكهربائية يمكن لينا نشوفوها بواسطة رسم المرنان. كيصدر صوت هو عبارة عن موجة ميكانيكية صوتية طولية دورية جيبية أيضا. علاش؟ لأن المرحلة اللي كنلاحظو هنا هو مرحلة جيبي. بالنسبة للموجة الميكانيكية الجيبية غادي نشوفوها في فيديوهات من بعد، في الدرس اللي من بعد هذا. إذا كبرنا كيصدر موجة ميكانيكية صوتية طولية دورية. بالنسبة للصوت المسموع التردد كيكون محصور ما بين 20 هرتز و 20 ألف هرتز، وإذا كان التردد كبر من 20 ألف هرتز ما كنسمعوش الصوت، وكنتكلمو على الصوت الموجة الفوق الصوتية. إذا هذا بالنسبة للموجة الصوتية، وغادي نشوفو في الفيديو المقبل جوج كبيرة الخصائص العامة للموجة الميكانيكية، وإلى اللقاء.